ان كلنا في ظهرهم، وخلينا نقول ان هم هيتعبوا شويه دلوقتي، بس ان شاء الله يحصدوا نتيجه تعبهم يوم الاربعاء بعد الفوز التاريخي اللي باذن الله هيحققوه. وعلشان عايزين نطمن كمان على حاله اللعيبه بعد مباراه سياتل، مارسيل كولر اجتمع مع دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق امبارح وطمن على حاله كل اللعيبه. وكان محمد مجدي قفشه اشتكى من دور برد خفيف، وعشان كده انتظم في برنامج تدريبي منفرد امبارح، والنهارده انتظم في التمرين الجماعي بشكل طبيعي. المصابين بقى اكرم توفيق، كريم فؤاد، قال دكتور ابو عبله انهم بيكملوا برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المحدد ليهم بعد جراحة الرباط الصليبي. أما أوفا أو مصطفى شوبير مستعد للانتظام في التدريبات الجماعية أول ما يرجع الفريق إن شاء الله للقاهرة. بنتمنى الشفاء لقفشة، محتاجينه الماتش الجاي ومحتاجين كل اللعيبة، وإن شاء الله كل المصابين يرجعوا للملعب تاني ويتألقوا، يعني إن شاء الله كده يرجعوا.